أهلا بكم في أعرف. يجب علينا جميعا أن نعترف بأن هناك شيئا مذهلا ومخيفا في الوقت ذاته بالأماكن المهجورة، فمنذ سنوات ماضية كانت تعج بالناس والازدحام، أما الآن فهي فارغة ومهجورة تماما. ومن المؤكد أن هناك أشخاص قد غرقوا في هذه الأماكن المنسية، فدعونا الآن نذهب في رحلة سويا داخل بعض هذه الأماكن. 1. غابة السيارات البلجيكية. ماذا تتوقع أن ترى في الغابات؟ هل تتوقع رؤية حيوانات برية ونباتات نادرة؟ من الممكن أيضاً أن ترى مبناً مهجوراً أو سيارة مهجورة، ولكن من المستحيل أن تتوقع رؤية ازدحام مروري كامل مهجور تماماً منذ سنوات طويلة. في جنوب بلجيكا تتواجد في الغابة مقبرة كبيرة للسيارات المهلكة القديمة، ويقال إن الجنود الأمريكيين هم السبب في ظهور مقبرة السيارات هذه، حيث إنهم تركوا سياراتهم بعد الحرب العالمية الثانية لأن مصاريف نقلها وإرجاعها للبلاد كانت باهظة جداً، وقد حاولوا في البداية أن يبيعوها لأهل البلدة ولكنهم فشلوا. ومرت السنين بسرعة حتى صدأت السيارات وأصبحت غير نافعة للاستخدام، ويقرب عدد السيارات الموجودة فيها إلى حوالي 500 سيارة، ولكن تجار الخردوات حاولوا استغلال بعضها في قطع غيار للسيارات حتى وصل عددهم إلى 150 سيارة. والغريب في هذا المكان أن هناك سيارات أجدد من غيرها بكثير، أي يبدو إن بعض الأشخاص قد جاءوا بعد سنوات من تأسيس هذا المكان وتركوا سياراتهم هم أيضاً لسبب مجهول. 2. حديقة التماثيل في اليابان. عادة ما تتسم الحدائق اليابانية بالهدوء والسلام، حيث يمكن لزائريها الاستمتاع بالطبيعة الخلابة والتفكير بهدوء، ولكن هذا لا ينطبق على حديقة التماثيل، إذ أنك بمجرد أن تدخل هذه الحديقة تشعر وكأن كل التماثيل الموجودة فيها تحدق بك وتتبعك أينما ذهبت، وهي تشتمل على حوالي 800 تمثال يمثل معظمهم أشخاصاً حقيقيين يرتدون ملابس مختلفة عن بعضهم ليبدوا واقعيين جداً. يبدو الأمر مخيفاً، أليس كذلك؟ والغريب في الأمر هو أن هذه الحديقة أصبحت مهجورة تماماً الآن، فقد تم إنشاؤها عام 1989 عندما أنفق المليونير واتسو ملايين الدولارات من أجل أن يتمكن النحات من نحت كل هذه التماثيل، وقد فعل ذلك بسبب رغبته في تخليد اسمه واسم كل أحبائه. ولكن بمجرد أن توفي وأصبحت حالة الحديقة سيئة جداً، حتى نسى أمرها الجميع وهجرت تماماً. ومنذ أشهر قليلة ذهب مصور عالمي إليها والتقط بعض الصور وكتب مقالة عنها، مما أدى إلى توفد بعض السياح لرؤيتها والتعرف على تماثيلها. 3. حصون مونسيل. تم بناء هذه الحصون على ارتفاع عال من سطح البحر لتحمي الجنود والمنطقة من الضربات الجوية أثناء الحرب العالمية الثانية، وعلى الرغم من أنهم الآن يبدون في حالة سيئة وهشة ليكونوا حصوناً عسكرية، إلا أنهم في الماضي كانوا أصلب من ذلك بكثير، ولكن مع مرور السنين عليهم ساءت حالتهم كثيراً. وفقاً للإحصائيات تعتبر هذه الحصون هي المسؤولة عن تدمير حوالي 22 طائرة عسكرية، كما أنها شاركت في تدمير غواصة عسكرية كبيرة ومحملة بأسلحة ضخمة، ولكن بعد انتهاء الحرب أصبحت مهجورة تماماً ولا يستخدمها سوى القراصنة لصنع شبكة الاتصال فيما بينهم. 4. بودي. تقع هذه المدينة المهجورة في الأجزاء الغربية من الولايات المتحدة الأمريكية، أي تقع في شرق ولاية كاليفورنيا. في عام 1859 تم اكتشاف سبائك الذهب المدفونة في هذه المدينة على يد عائلة بودي التي سكنت هذه المنطقة لامتلائها بالذهب المدفون، ومع مرور السنوات ازداد عدد السكان بها حتى وصل إلى 8000 شخص. ويقال إنه في عام 1880 كانت مدينة بودي هي ثاني أكبر مدينة على مستوى ولاية كاليفورنيا، ولكن بعد استغلال معظم الذهب الموجود فيها بدأ عدد السكان يتقلص في التسعينيات لدرجة كبيرة جداً، ومن بعدها توقف القطار الذي كان يوصل الناس إليها فهجرت تماماً، ولم يعد يسكنها أي أحد حتى تحولت إلى مدينة الأشباح في كاليفورنيا والتي يزورها المهتمين بمثل هذه الأمور فقط. بعد زيارة المدينة بدا للخبراء أن الناس قد هجروا المدينة تاركين معظم أثاثهم ومقتنياتهم هناك. لا نعلم سببا لذلك،
ولكن تلك المقتنيات أصبحت تحفة في المتاحف القومية الآن. 5. منتزه كاميلوت الترفيهي. تم تصوير العديد من أفلام السينما الأجنبية بهذا المنتزه، كما أن هناك أفلام كثيرة قد جسدت قصة هذا المكان. تم افتتاحه عام 1983 في إنجلترا، وقد وصلت مساحته إلى ما يقرب من 120 فدان، فهي تشتمل على فندقين كبيرين وحديقة ألعاب ترفيهية ومتحف كبير، لذلك فقد كان مكاناً ترفيهياً مناسباً للأطفال والكبار معاً. وبعد أن استمر عمل هذا المكان 30 عاماً، تم إغلاقه لانعدام الزوار فيه، وقد أرجع الملاك هذا الأمر إلى سوء الأحوال الجوية وإلى الأحداث الهامة مثل الأولمبياد، ولكن حتى الآن لا نعرف السبب الحقيقي وراء انعدام الزوار من المجيء إليه، وقد تهالك لدرجة كبيرة جداً جعلت منه موقعاً مناسباً لتصوير الأفلام التي تتحدث عن الدمار ونهاية العالم. 6. أنفاق بوربون. تتواجد هذه الأنفاق تحت أراضي نابولي، وهي أنفاق ممنهجة ومنظمة بشكل مثالي يرجع إلى أعوام 1800، والسبب في إنشائها هو حماية الملك فرناندو من هجوم أي عدو أو حدوث انقلاب عسكري على الدولة. ومع مرور السنين هجرت الأنفاق تماماً، وساءت حالتها لدرجة كبيرة حتى عام 1930، فمنذ ذلك الحين تم استخدامها كمخزن لوضع السيارات القديمة والخردة به، وفي أثناء الحرب العالمية الثانية استخدمت كمأوى للجنود، والمستشفى بها اللوازم الطبية الضرورية لإنقاذ حياة المواطنين، والآن يمكن لأي أحد أن يدخله ليرى ما به من أثاث قديم ومعدات غريبة عفى عليها الزمن. 7. نيفيل لانكستر. تعد السفن المهجورة شيئاً مثيراً جداً مثل المدن المهجورة بالضبط، فقد تم تأسيس سفينة نيفيل لانكستر البريطانية عام 1956 لتكون عبارة ركاب وسفينة كروز، وقد استمر عمل السفينة لسنوات قليلة، وذلك لأنه في منتصف أعوام 1960 تم استبدال السفن العبارة بالسيارات الفاخرة التي تصلهم إلى أي مكان، وقد استمر عمل السفينة ولكن بشكل قليل حتى عام 1978 عندما أصدر قرار بوقفها عن العمل نهائياً. في البداية قيل إنها ستتحول إلى فندق كبير يشتمل على 3000 غرفة، ولكن هذا لم يحدث على الإطلاق، فاستغلها خريجي الكليات الفنية ليظهروا عليها أعمالهم من الرسم والجرافيك، واستمرت بهيئتها الجميلة هذه حتى عام 2017، ومن بعدها تم دهانها باللون الأسود وظلت هكذا مهجورة بلا فائدة. 8. محطة ويلينغتون لإنتاج الفحم. لا تعد محطات إنتاج الفحم من الأماكن الصديقة للبيئة، لأنها تخرج ملايين الأطنان من الغازات السامة في الهواء، لذا تحاول السلطات الآن أن تقلل عدد هذه المحطات قدر المستطاع، فقد تم بناء هذه المحطة في منتصف الخمسينيات بإنجلترا، وقد كانت تنتج كمية كبيرة جداً من الفحم المجهز للاستخدام، ولكن هذا لم يمنعها من التوقف عن العمل مثل غيرها، ففي عام 1999 تم إيقاف الخدمة بالمحطة وهجرت تماماً، وقد أراد بعض الناس تدمير هذا المكان بالكامل لاستغلاله في أشياء أكثر نفعاً، ولكن حتى الآن لم يحدث أي شيء. 9. محطة قطار أولدويتش. يعتبر مترو أنفاق لندن واحداً من أكبر المؤسسات في العالم، وقد ظهرت فكرة إنشاء قطار تحت الأرض لأول مرة عام 1830، وبمجرد أن تم تنفيذها حققت نجاحاً كبيراً لا مثيل له، إذ أنه في يوم الافتتاح استخدم المترو أكثر من 38 ألف مواطن إنجليزي، والآن يستخدم حوالي 5 مليون مواطن المترو بلندن كل يوم. وبالرغم من ذلك فإن هناك بعض المحطات المهجورة بهذه المؤسسة الكبيرة، وعلى رأسها تأتي محطة أولدويتش التي تم افتتاحها عام 1907، ومع مرور الوقت أصبح عدد قليل جداً من الناس يستخدمونها، وقد كانت تستخدم أنفاقها في حماية الجنود والمواطنين من القذف الناري، لذلك فإن هيكلها متدمر تماماً، ونظراً إلى أن تكلفة إصلاحها عالية جداً بالإضافة إلى قلة الوافدين إليها، تم إغلاقها عام 1994 نهائياً. أتمنى أن يكون الفيديو قد أعجبكم. أراكم في الفيديو القادم. إلى اللقاء.